هلا، مساء الخير والحب والجمال والعافية وكل الأشياء الحلوة على عيونكم الحلوة. اليوم كملنا رياضة، خدنا شاور أنا وناي، تريقنا، لملمنا البيت اللي أو ماي جاد، البيت اللي بيه أطفال أبد أبد ما يترتب. يعني هسه هاي الطفلة الصغيرة وتر زحفي روحي على ماما على بابا، وين ماكو فازة طبه تروح تكسرها. يعني لو تخلون 1000 عاملة و1000 مساعدة وعندك 10 إديانات، زين مو بس 2 إديانات وإيدش بالبيت، ما دام أكو جهال لازم، وخصوصا بهيج عمر الوكاحة والمدر، فرقضة رقضة يعني مصيبة. والبارحة أصلا كان عندنا عمل شعبي لأنه الجو أوردي تراب وهوسة، فإيدي وياهم إيدي وياهم ويا هوستهم، تجي ناي تخرب كل شي سوينا. يعني بحيث فهد قال لي خلص انا استسلمت بعد ما، يعني بس شنو مثل العسل يعني جديات. الله يرزق كل انسان ما عنده اطفال، يا رب يبجاه هذا اليوم. كل بنيه تتمنى يصير عندها اطفال وترزق بالذريه الصالحه، ما راح تنحرم من هاي النعمه. نطلع دقائق نشتاق، بحيث انا فهد بالطريق نحكي كل سوالف ناي، اوديهم البيت اخويا يعني هيجي سالفة ساعة يلعبون ويا الأطفال، لأن بيت أخويا ما شاء الله الله يحفظهم هواي أطفال عندهم. البيت لا يطاق لا يطاق، يعني كل زاوية وكل ركن بالبيت تارسين البيت علينا. يعني صح وتر بعدها صغيرة، فعالياتها مو كلش هواية مثل ناي، بس ناي قطعة قطعة هيجي من روحي. ما أدري يمكن لأن أول طفل ما اعرف، بس وتر فعالياتها قليله بعدها صغيره، وما تقول لي هسه تكبر تحبيها اضعاف بعد. الله يرزقكم بالذريه الصالحه، لان صدق نعم. هذا يا بنات برازيلي المنشا، مسبقا اني حاشي عليه هوايه، لكن تكرار اسئلتكم على المسرح هو اكيد النانو بروتين الى الان يفوز، ما بي اي مواد كيميكال، ما بي اي شغلات ممكن تاذي او تتعب الشعر مالتك، لا بالعكس راح تسرحها. طريقة استخدامها سهل جدا، إذا رحتي للصالون وماخذة وياك هاي الدبة ليش كبراتها، أكيد هو راح يعرف أبو الصالون يسوي تشياء، لأنه هم أكثر من عندي خبرة وهذا مجالهم، أكيد ما يحتاج أنظر بيه، هم كلش عارفين إيش راح يسوون. فنطيل قرب صالون عندك هو راح يشتغل تشياء، وإن كان ما ودش ترحين للصالون وأنتي بالبيت تاخذين هذا الميني، الحجم صغير استخدام شخصي كلش راح يفيدك. إذا ما عندك إمكانية تروحين للصالون هذا كلش راح يفيدك. أهم شيء تضبطين الكاوية البيبي ليز، تضبطين الحرارة مالتها، مو تعطبين الشعر انتبهي. يعني أنا ليش دائما أقول روحوا صالون أفضل، حتى إذا كيك ليش دائما أنا أقول روحوا صالون، حتى إذا صالون كلش بسيط، يعني جيرانكم ما راح يكلف الأمر، بس يسوي لكم إياه، وإذا يعني كان الحال ما يسمح سويه بالبيت ماكو مشكلة، بس تسويه بالبيت عليك أن تنتبهين وتكونين حذرة. الكاوية ما تكون كلش حارة، درجة حرارة تكون معتدلة، وحسب نوع الشعر مالتك، إذا الشعر مالتك بكسرة قوية أو خلينا نقول مجعد هواية يحتاج استحبات زيديها أكثر من مرة، وإذا كان لا شوية جعد وشوية بكسرة ما يحتاج هواية تسحبين بالكاوية. طريقة استخدامه كلش بسيطة. هذا من أفضل أنواع المسرحات اللي إلى الآن أنا استخدمتهم، هذا يبقى عندك كلش هواية. إذا تردين تتفضلين بيه على قرايبك، بنات خالتك، أختك، أمك، وتفر أي أحد، تاخذين هذا أفضل وأصرف. إذا كنتي وحدك وما عندك أحد فيفضل هذا الاستخدام الشخصي. هسه وأكيد يا بنات كل وحدة على حسب طبيعة شعرها، أكو يستخدموه كل 6 أشهر وأكو يستخدموه مرة واحدة أصلاً ويمشي الحال ويضبط، لأنه نرجع ونقول طبيعة الشعر هي اللي تقرر. بس هذا راح تستخدميه، I think إحنا طبيعة شعرنا ما يتحمل هواي، تستخدميه مرة واحدة راح يبين عندك، إلا اللهم كان كلش تعبان الشعر ويستاهل أكثر من جلسة، فعادي ماكو أي مشكلة سويه على مرتين، راح تحصلين نتائج كلش حلوة عليه. قلت لكم هذا بيه حجمين، حجم الصغير والحجم الكبير. وي شبيه الكاميرا ما أدري. على كل حال هسه أحط لكم وين تحصلوه، وهسه أخذ لكم صورة إليه حتى تسكرنوه للبنات اللي هواي يسألوني عن الموضوع. نانو بروتين أفضل خيار لك لتسريح الشعر.